ايش يعني هاي القصة؟ لاحظوا انه عبرها بيوصل اهل مكة بيطلعوا جبال، الله سبحانه وتعالى بيريهم المعجزة. بيجي الرسول صلى الله عليه وسلم بعد سنين، تنزل سورة اسمها الفيل تتحدث عن القصة، بعدها بتيجي قريش، مش السورة اللي بعدها قريش، لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. إذن هذا المكان له خصوصية، حمايته، أفهمها، حمايته ربانية. هذا المكان اللي هو إيش؟ اللي هو إيش؟ هذا المكان اللي هو قبلة الآن المسلمين في العالم كله، وبيجمع المسلمين كله، والإسلام بيقتحم في العالم كله، والبشرية كلها لازم تتوجه هون. هذا المكان، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. هذول الاثنين في إيش بيختلفوا؟ هذول الاثنين بيختلفوا إيش وظيفة كل واحد فيهم؟ هناك حماية ربانية. حماية ربانية مش إنه ما ينهدمش الكعبة، لا، حماية ربانية للي بده يتعارض مع هدف الكعبة. هو أبرهة ليش كان جاي؟ يهد الكعبة ولا في له هدف؟ ممكن تنهد الكعبة وتنبني، مش قضية، لكن اللي قصده انه يخرج الكعبة عن وظيفتها، هذا في ضمان رباني. اللي بده يخرج الكعبة عن وظيفتها في ضمان رباني الله يقسمه. فهون ديروا بالكم، قبلتكم انتم محفوظة. ما سمح الله سبحانه وتعالى في يوم من الايام احتل العالم كله، ممكن يحتل العالم الإسلامي. هذا المكان اللي قبة المسلمين بده يظل حر، واللي بتعرض لوظيفته يقسم، وممنوع حماية ربانية مش طبيعية. انتبهتوا كيف؟ ولذلك بتقرأ سورتين ورا بعض، سورة الفيل وسورة قريش. أما القدس الأقصى اللي ربط بينهن، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من إلى، هناك في مكة مكان نزول الرسالة والقبلة، والقبلة بدها تكون محمية، فيش استعمار، فيش تدخلات، فيش كذا، محمية بأي طريقة كانت. اللي بده يتعرض لوظيفتها هاي بده يقسم قسم رباني، فيش مجال. ولذلك هي دائما محايدة عبر التاريخ كله، فيش أي من يحاول أن يخرجها عن وظيفتها يقسم قبلة المسلمين. الآن هون القدس وظيفة ثانية، هم اللي هي مكان الاحتكاك الحضاري والصراع بين الأفكار والأمم. لحظة، الصراع، وهذا الصراع اللي ينتج أصلا، انتوا لاحظوا صلاح الدين لما هزمهم في حطين وهزمهم في القدس، عارفين شو اللي صار؟ أرخوا للنهضة الأوروبية العلمية، راح تجدوها تاريخها بيرجع لهزيمتهم هون، لانه هاي ارض مبارك فيها للعالمين، حتى لما بنهزموا فيها في النهايه بيرجعوا مستفيدين. يعني هذا منطقه الاحتكاك بين الحضارات والافكار والصراع الفكري من اجل مصلحه البشريه في النهايه. اي شيء بيحصل هون، الارض التي باركنا فيها للعالمين، هناك اذا مكان نزول الرساله والقبله، هناك محميه، حمايه ربانيه، خلاص لاي شيء بده يتعرض لوظيفتها، لاي شيء بده يتعرض. هون الاحتكاك، هون الصراع، هون ارض الرباط، احتكاك الصراع ارض الرباط، هون مركزية العالم في الصراع الحضاري، هون الدروس، هون بيحصل، لحظها، بيحصل استفادة العالم، الارض التي باركنا فيها العالمين. ولذلك ما تقولوش انه انتوا جيتوا في مرحلة من مراحل الصراع ويا ريتنا جينا قبل او بعد، لا، هذه فرصة في الارض المقدسة المباركة اللي المرابطة فيها ثواب عظيم، وهذا لعله يكون في معنى مجال. بس هون ديروا بالكم، دائما تنتهي بخير، مش إلك، للعالم كله. لذلك انتم ما بتلاحظوا على القضية الفلسطينية قديش بتغير في افكار البشر، قديش بتهدم افكار وقاعدة الان بتنور بشر والتفاصيل. الغرب كله اصلا والعالم كله وين انتباهه هون؟ طب شو هالارض هاي؟ ما كلها هالقد هاي،
كلها هالقد هاي. ليش ما حدا بيجرأ على مكة وبيجرأ هون والصراع هون؟ هون بتم التغيير. الأرض التي باركنا فيها العالمين. لاحظوا اليرموك على ضفافها اليرموك، وكانت معركة فاصلة وأدى لتغيير هائل. حطين حطين وما أدى لتغيير هائل. عين جالوت، وين عين جالوت موجودة؟ هون. والتتار وهزيمتهم ثم إسلامهم والتحدي نابليون لما أجا احتل مصر، صور مصر بضخامة احتلها بسهولة، بس وين وضع له نابليون؟ وين وضع له حد؟ هون. ومش بس انهزم هون، ورجع وانهزم في أوروبا وتغيرت الخارطة في أوروبا لما انهزم هون. والتحدي المعاصر وين؟ هون. هذا مش تحدي اليهود، هذا من وراءهم، من وراءهم. وين بده ينحط له حد؟ هون هون. وبعد ما ينحط له حد هون بده ينتشر النور في العالم. دائما كان على فكرة بعد كل حسم ينتشر النور، بعد كل حسم في هذه المنطقة. إذن هو سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من، لحظها، من المسجد الحرام اللي له حماية ربانية خاصة إلى المسجد الأقصى اللي هو مكان الصراع. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم من أول يوم قال لهم، من أول يوم قال لهم مش رح تظلوا هون، أنتوا راح تنتقلوا للشام وراح تنتقلوا في البلاد.